في كل مكان أينما كنتم، تحيتنا متجددة دائما بطعم النواميس متجددة ضمن هذا اليوم التمهيدي لهذه السن سن الثنايا مشاهدينا. شكرا للزميل مطلق بن علي الأندي، نتواصل في الانطلاق بعدما شفنا انطلاق جولة كاملة شوط بكار محليات مهجنات قاعدين محليات، وهناك أيضا قاعدين مهجنات افتتاح الجولة الثانية في هذا الشوط الخامس، ونحن نتابع معكم الانطلاق لثنايا محليات لأصحاب السمو الشيوخ من عاصمة الميادين. أرى المقدم مباشرة مع مياس في الصدارة لسمو الشيخ محمد بن المرب مكتومة، المكتومة التي قادمة من ميدان المرموم، مشاركة في هنا في الوثبة في عاصمة الميادين. سعيد بن سالم الجنيبي من أوكلت إليه مهمة التضمير، المركز الثاني والتي خطفت الأضواء مبكرا مصيحة مشاهدين بشعار هج الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري، المستحيل أيضا هناك الذي أتى بنقطتين ثمينتين بالشامي، وبأيضا مشاهدي الأعزاء هناك الأداء الجميل الذي انتهى منذ لحظات مشاهدينا، والشامي طبعا صاحب التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات. نعود مع هناك أيضا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هناك الخطير أيضا أحمد بن سلطان بن رشيد الذي أيضا هناك حصد نقطتين في هذا اليوم الجميل والمغفي أعظم حتى هذه اللحظات. العودة إلى من وصلت من الجانب الآخر، الشاهينية بشعار سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، هناك أيضا أحمد بن علي العواسي من يتولى التضمير، وصلتنا الأخرى سرابة التي تسربت في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة مع هناك سعيد الحمد بن دري الفلاحي. مشاهدين في كل مكان نعود ونتواصل مع الانطلاق السادس ومع الرغم ستة ومع الهملولة التي أتتنا بشعار سمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل الهيان مع جمعة بن عتيق الرميثي المحترف متواجد، ولكن خلونا أيضا نكمل هنا معكم الشاهينية، والشاهينية غازمات في هذا الشوط بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخطير اللي دافع بثلاثة في هذا الشوط مجاهدينا، أو اثنين في هذا الشوط مجاهدينا، ونعم ثلاثة هنا اثنين هناك المقدمة واحدة، الخطير هو خطير باشتراكاته خطير. نعود مرة أخرى لنشوف المركز الأول والمقدمة مشاهدينا مع المركز الأول ومع الصدارة ومع المركز الأول هنا التي ما زالت مسيطرة ولكن خطفت الأضواء. المعركة من البداية بين الشاهينية وبين مشاهدينا، هناك اللي قادمة مصيحة، مصيحة بدت إلى القمة، مصيحة بدت بشعار الجماهير، هنا تقدم أداء جميل، وهناك أبو ذياب راشد بن محمد بن سم المنصور المستحيل الذي يقدم لجماهير هذا الشعار كل جديد. أبو ذياب تحية خاصة. نعود إلى المركز الآن الثاني، الشاهينية، الشاهينية أتت مشاهدينا أيضا للمشاركة القوية مشاهدينا بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد الذي دفع بالشاهينية، والشاهينية ثلاثة في الشهر
ثلاث موجودات، ولكن هناك التي وصلت سراب، تسربت سراب، انتقلت سراب بشعار هجن الرياسة مع المبدع سعيد الحمد بن دري الفلاحي، قادم أيضا مشاهدي الأعزاء لينضم هنا لمقدمة هذا الشوط مشاهدينا مع هذا الشعار شعار الجماهير. نعود مشاهدينا إلى المركز الآن الرابع التي وصلت أيضا وانتقلت رابعا، متواجدة مياسة بشعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، هناك من دفع بها، هناك مشاهدينا هو سعيد بن سالم الينيبي أبو أحمد، أيضا عنده مهمة أيضا قوية في هذا الشوط. نعود مع انتقالة هملولة التي قادمة من المناطق الخلفية لتشكل لنا لوحة خماسية مشاهدينا مع انطلاقة شعار سمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، هناك المحترف جمعة بن عتيق الرميثي راعي أيضا وصلات جميلة، راعي أداء متميز مشاهدينا في هذا العالم الساحر، عالم الهجن وعالم التضمير مشاهدينا. بينما الشاهنية وصلتنا أيضا بلوحة جميلة مع شعارها الجميل في المناطق الخلفية لتنضم إلى السبعة مراكز المتقدمة، هي في الرقم مع رقم سبعة مشاهدينا باسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وثامنا أيضا نفس الشعار الأزرق، هذا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الخطير بن رشيد، ثامنا أو تاسعا متواجدة الشاهنية لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم وأحمد بن علي العويسي، النداء الثاني أو الثالث على التوالي، ونحن نترقب مشاهدينا في هذه الأشواط التمهيدية التي بدأنا هنا في دولة الإمارات، نقترب من الختاميات وختاميات دول مجلس التعاون أيضا على الأبواب، ونحن بدأنا نقترب مشاهدينا من هنا أبواب الكيلومتر الأخير، أبواب الكيلوهات الأخيرة، لنحلق مشاهدينا مستمتعين عبر الهواء مباشرة مع هذه الشعارات التي لها إنجازاتها وتسطر حروفا من ذهب دائما مع جماهيرها. نعود للصدارة، نعود للشعار الجماهير اللي بدأ ينفرد، الله شعار هجن الرياسة مع مصيحة ومع سراب ومع المستحيل ومع المبدع مشاهدينا، مقدمين هذا الشعار للجماهير في أحلى لوحة، ولكن الخطير واصل مع شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الشاهنية التي بدأت تقترب من المراكز الأمامية بجوار تماما، هناك شعار أيضا مياس بشعار مياس لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم أبو أحمد، أيضا متواجد سعيد بن سالم الجنيبي، وصل أيضا المحترف مع الخطير اللي دافع بثلاثة قلنا، وصل أيضا شعار سمو الشيخ زايد بن سلطان بن حمدان بن زايد، وصلت الأخرى هملولة، وصل المحترف جمع بن عتيق الرميفي، الله والخطير شراي مقدم ثلاثة، عند دفاع عند هجوم عند طرف خطير، يعني عندما نقول دفاع وهجوم هناك قدنا الخطة التكتيكية مشاهدينا للعداء الجميل، اندفعت المقدمة وشراي في المستحيل، شراي هناك في مضمر الأسد الجميل، شراي يا ابو ذياب هناك مع الجماهير، نعود للصدارة، نعود للعداء الجميل الذي تقدم لنا مصيحة في أجمل لوحة جميلة مشاهدينا في المركز الأول بأجمل شعار، شعار الجماهير، شعار هجن الرياسة مع المستحيل، وصلت سرابة تسربت، سرابة تسربت بشعار الجماهير لتشكل مع هناك أختها أيضا لوحة جميلة مع المبدأ أيضا سعيد
العيد. الله وصلت الشاهنية، وصلت الشاهنية. الخطير قرب، الثلاثة قربن الخطير. شو الرأي المستحيل ما دام الثلاثة قربن الخطير والمستحيل في الصدارة؟ وسعيد بن سالم الجنيبي محتفظ بالرقم 3، ونحن أيضا مع المركز السادس. هنا أيضا المحترف جمعة بن عتيق مع هملولة بشعار الله. الشوط يسير يا شباب، والمستحيل طرق أبواب الكيلومتر الأخير. الله كعادته طرقها مرتين في هذا اليوم من 4، عندك 2 من 4 علامة توهلك للختاميات بقوة. الله، وهذه هي النقطة الثالثة في الطريق. الله على الأداء الجميل مشاهدينا في كل مكان، أينما كنتم وصلنا لل 500 متر الأخيرة. وهنا نشوف التابع مصيحة مصيحة، اندفعت صيحة مصيحة بشعار رياسة، بشعار الجماهير مع المستحيل. ولكن شو الرأي في الخطير؟ عند 3 استعمل الهجوم واستعمل الدفاع ومصيحة صامتة. ولكن الشاهنية خطيرة يا شباب، الشاهنية خطيرة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخطير. الخطير ولكن المستحيل، المستحيل والخطير، الخطير الخطير الخطير، ومستحيل المستحيل، ومستحيل المستحيل، مستحيل المستحيل، مستحيل والشاهنية والخطير. والتوقيت ما أدري، والشيء الجميل وفي الإعادة إفادة، والثالثة الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد، والرابعة لهج الرياسة هناك سرابة، والخامسة مركز الخامس وصلت كانت مشاهدينا الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم في الإعادة إفادة. والمخرج المتألق أسامة الهواري، وعطنا نشوف هناك المعركة التي قدمتها لنا مشاهدينا في هذا اليوم الجميل. مشاهدينا في كل مكان، خلونا نتأكد هناك مشاهدينا من ومشاهدينا المستحيل مع الخطير، والمستحيل مع شعار الجماهير مصيحة التي انتقلت إلى الصدارة لتنتهي بالمركز الأول. وهنيا بالهاتريك للرياسة وللمستحيل بالسم راشد، له التحية. والتوقيت الزمني 13:24.7 أجزاء من الثانية كانت أيضا هي مصيحة بشعار مشاهد الأعزاء الرياسة مع المستحيل، وأيضا نفس التوقيت مع هناك الشاهنية مع شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم مع الخطير نفس التوقيت. ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي الإبل، نحن نقولها هي السفن ولكن كلها سفاين، والإبل سفاين الصحراء. على كل حال شاهدت الشوط انتهى بالهاتريك والمركز الثالث كانت أيضا 13:25.8. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم مع الخطير بن رشيد، كان وصلت المركز الثالث. على كل حال تابعنا الشوط الجميل، تابعنا مشاهدينا، والآن